عندما أسافر إلى مناطق نائية في قرى وأرياف أنا أتناول حليب، لأنه هذا الحليب من البقرة التي بجواري، لكن شركات الألبان تدر حليبها من كثرة الهرمونات، ومن كثرة الهرمونات تتقيح أفداء الأبقار، وهذه كلها تسبب أضرار كثيرة. دكتور، ذكرتم في إحدى الفيديوهات أن الحليب مضر، ولكن الأحاديث تحث على شرب الحليب. أعزتي، عندما نقول لا تأكلوا اللحوم المصنعة، المارتديلا والنقانق وغيرها من اللحوم المصنعة، لأنها لحوم مصنعة أضيف لها مواد ضارة جدا. وهذا لا يعني أننا حرمنا اللحوم، بل حرمنا تصنيع اللحوم بهذه الطريقة، أضافوا لها مادة النترات السامة السرطانية. الحليب من البقر الذي يتناول حشائش الأرض. أنا الآن عندما أسافر إلى مناطق نائية في قرى وأرياف أنا أتناول الحليب، لأنه هذا الحليب من البقرة التي بجواري، وأعلم بأنها تعيش على حشائش الأرض، ولا يعطوها هرمونات ولا يعطوها مضادات حيوية و لكن شركات الألبان تدر حليبها من كثرة الهرمونات، ومن كثرة الهرمونات تتقيح أفداء الأبقار، نتيجة يعطوها مقادير كثيرة من المضادات الحيوية، وهذه كلها تسبب أضرار كثيرة. إضافة إلى أن عملية تصنيع الحليب، أخذ القشطة وأخذ الزبدة، الحليب الذي يخرج منه ليس بحليب بحقيقة، الحليب رزمة متكاملة خلقها الله لنا. يأخذون قشطتها ويأخذون زبدتها، ثم يضيفون لها زيت مضر جدا اسمه زيت النخيل، في سبيل أن يصنعون منه ألبان المصنعة. فهذا ليس بالحليب الذي ذكرته في الحديث النبوي الشريف. نعم، إذا حصلت على حليب غير مصنع ومن بقرة تقتات على حشائش الأرض، أنا أقول لك يا ابنتي تناولي منها وألف عافية. مسألة أخرى جدا مهمة لا بأس أن أذكرها، هناك في العالم في الكرة الأرضية حدود 5700 نوع من الثدييات. الإنسان إحدى ثدييات، خفاش إحدى ثدييات، الحوت إحدى ثدييات، والحصان إحدى ثدييات، كلهم يرضعون أبنائهم الحليب. الحوت عندما يضع رضيعه يعطيه الحليب، لأنه لا يوجد هناك غذاء يفيد هذا الرضيع، تأخذه إلى المناطق الشمالية الباردة. عندما تصل إلى المنطقة الباردة والمملوءة بالأغذية بالأسماك التي تستطيع أن تتغذى عليها الحوت الصغيرة، تفطمها من الحليب. الفرس عندما يرضع حليب من أمه مدة 9 أشهر ويفطم، يقتات على حشيش الأرض، لأن حشيش الأرض فيه كالسيوم. إحنا نتصور خاطئ عندنا أنه الكالسيوم فقط وفقط موجود في الحليب. إحنا لم نسمع يوم من الأيام أنه فرس الذي يزن 500 كيلو يقفز القفزات العالية انكسر حوضه أو انكسر ساقه، لأنه فطم من الحليب. أثبتت الدراسات أنه الذين تناولوا الحليب بصورة مستمرة والذين لم يتناول الحليب بعد الفطام نفس المقدار من الكسور. يعني إحصائيات بالعشرات الآلاف جربوا عليهم، قسم أعطوهم حليب، قسم أعطوهم حليب، شافوا الكسور اللي يصير بهذول وهذول، شافوا نفس الشيء. الإنسان حدد الله له حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إحنا حولين كاملين كافية من الحليب. أعزتي، هذه خرافات سعت لنشرها شركات الألبان. أرجو أن يكون هذا الفيديو مفيداً لكم، إذا كان مفيداً فدزونا لايك، وإذا أحبتوا الفيديو أرجو أن ترسلوه إلى أحبتكم وأصدقائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.